مرحبا بكم في هذا الشرح الجديد الذي سنتطرق فيه إلى تنصيب منصة الوورد بريس على كلاود ديجيتال أوشن في أقل من 10 دقائق، يعني بعد الدخول بالـ SSH فعشرة دقائق كافية لتنصيب منصة وورد بريس. ندخل أولا على الكلاود ديجيتال أوشن، أقوم بـ Create Droplets، نختار اوبونتو النسخة الأخيرة، نختار الكي الخاص بالـ SSH ونضغط على Create. بعد الانتهاء من انشاء الخادم نقوم ب SSH root، ومن ثم الدخول. الان بعد الدخول نقوم باطلاق ستوب واتش. التعليمة الأولى هي apt get update، التعليمة الثانية هي تنصيب لغة الـ PHP بـ apt get install PHP. نختار PHP 7.2. التعليمة الثالثة هي تنصيب الـ PHP MySQL هكذا. التعليمة الرابعة هي تنصيب قاعدة البيانات MySQL أو MariaDB Server. التعليمة الأخرى هي تنصيب الـ PHP FPM. من ثم نقوم بتنصيب خادم الـ Nginx بـ apt-get install Nginx. نقوم بتفقد البور المفتوح على هذه الآلة، نقوم بإيقاف الأباتش لأننا سنستخدم إنجينيكس، فأباتش يتم تنصيبه مباشرة مع الـ PHP، والآن نقوم بإطلاق الإنجينيكس ونتفقد لكي نلاحظ أن خادم الإنجينيكس فهو يشتغل. الآن ما علينا سوى وضع هذا الـ IP في البراوزر لتفقد كما تلاحظون، فالخادم فهو يشتغل. الآن ما علينا سوى إطلاق PHP FPM.
PHP FPM فهو مشتغل. الآن نمر إلى المجلد الذي نريد تنصيب ووردبريس عليه. ندخل مثلا إلى slash opt وندخل إلى الموقع الرسمي لووردبريس. نقوم ب استنساخ الرابط والقيام ب double vget لأرشيف الووردبريس بهذه السرعة. نقوم بفتح ضغط الووردبريس وتغيير الأونر ل داتا ووردبريس، ومن ثم ندخل إلى مجلد الإنجينيكس سيت افيبل، ندخل إلى ديفولت. سنقوم بتنصيب الووردبريس على السيرفر الديفولت لأننا لا نتوفر على دومين. إذا كنتم تتوفرون على دومين تضعون نيم سيرفر، تضعون هنا الدومين الخاص بكم. ندخل إلى موقع الانجينيكس.com ونبحث عن البروفايل الخاص ب محرك ندخل إلى engineX.com ونضع هنا نضع معلومات عن سيرفر الذي سنستخدمه. فال PHP FPM فهو يشتغل على slash var slash run PHP PHP.soc. نقوم بتغيير هذا الرابط هكذا. ومن ثم ندخل إلى سيت افيبل لتعديل الخادم. الروت نقوم بتغيير الروت، فالروت هو slash opt wordpress هكذا، والاندكس هو الاندكس.php. نترك السيرفر نيم على الديفولت ونقوم باستنساخ هذه الاشياء الخاصة بخادم الانجينيكس بعد حذف كل هذه الاشياء. هذه هي طريقة تنصيب إعدادات الإنجينيكس الخاصة بووردبريس. الآن بعد الانتهاء تكتبون إنجينيكس ماينس تي يقول لي أن هناك مشكل في السطر 11. نقوم بتفقد هذا الشيء. من الأحسن أن نضعه داخل ملف السيت افيبل لكي يكون فقط خاص بهذا الخادم. إذا كنا نريد وضعه بالنسبة لكل خوادم وجب وضعه داخل الـ HTTP، داخل إعدادات الـ HTTP. كما تلاحظون فخادم الإنجينيكس الإعدادات فهي لا يوجد بها أي مشكلة. عفوا إنجينيكس روستارت. نقوم بالدخول على هذا الرابط مرة أخرى وكما تلاحظون فقمنا بالدخول على إعدادات
الوورد بريس، نختار اللغة الإنجليزية. Let's go. نقوم بإنشاء قاعدة بيانات create database. نقوم بجرانت ال اون نضع كلمة مرور لقاعدة البيانات. كلمة المرور هي 1 2 3 4 5 6، قاعدة البيانات هي أيضا WP. نقوم بالضغط على الانستال. بهذه الطريقة ونضغط على انستال ووردبريس. كما تلاحظون قمنا بتنصيب الووردبريس في أقل من 10 دقائق. كما تلاحظون ف10 دقائق فهي كافية لتنصيب الووردبريس على خادم حقيقي على كلاود ديجيتال أوشن. الآن ما عليكم سوى إضافة البلوجينز والتيم، إضافة الصفحات ومحتوى المقال. مثلا نضيف أشياء ك إليمنتور باج بيلدر. نضيف ايضا استرا تيم. فهذا أحد التيمات الخاص بي المدعوم من طرف الإليمنتور. فهذا هو موقع الووردبريس الخاص بنا في أقل من 10 دقائق كما وعدتكم. آمل أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس الخاص بتنصيب الووردبريس على كلاود ديجيتال اوشن في أقل من 10 دقائق، وشكراً.